التي تلامس أفكارنا وتدغدغ مشاعرنا، هي التي تبعث فينا الدفء والحياة، هي التي تغازل أحاسيسنا، هي الحاملة للقيم والرؤى. فبالثقافة ندرك أننا هنا وهناك، هي حصة ثقافية جامعة. انتهاء أشغال التهيئة والترميم التي طالت مختلف أقسام وأجنحة المتحف، وبعد فترة غلقه التي دامت سنتين، تعود الحركية من جديد لهذا المعلم الثقافي والسياحي. متحف باردو هو المصنف من بين أفضل 10 متاحف العالم، وهو الثاني إفريقيا بعد المتحف المصري. قراءتك لعودة متحف باردو بعد ما تم إغلاقه لمدة سنتين؟ باش نكونوا واضحين، ذا انجاز كبير لتونس، وهذا معناها يعني حاجه يعني استنيناها برشا، وكتبنا حتى عرايض معناها نطالبوا باش يفتح المتحف. متحف باردو راهو لا يقل قيمه، معناها هو مقر سيادي، مركز سيادي لا يقل قيمه عن ابار البترول او عن ثرواتنا الطبيعيه. هذاك يعني كنز كبير لتونس، وهذاك هو طبعا مصنف من اهم المتاحف في العالم، هو تقريبا من اهم العشرة متاحف في العالم. عوده المتحف يعني عوده تونس بالنسبه لي، الحمد لله يعني خرجنا من الكابوس، رجعت متاحفنا ورجعت سياحتنا، وان شاء الله يرجع اقتصادنا، واحنا التوانسه متفائلين، وان شاء الله يا ربي ترجع معناها تونسنا. متحف برضو انا نسميه هو تونس، معناها خاطر ملي كنا صغار هذيك نقولوا ثقافه، نقولوا متحف برضو، معناها ما تنساش اللي هو من اقدم ومن احسن المتاحف في العالم العربي، معناها بالفيسوفيه نتاعو، بالش اسمه الموزاييك، برشا حاجات فيه اللي هي معناها وحيده وفريده. انا نرى معناها ان شاء الله معناها ترجع بها الحياه الثقافيه معناها لتونس من الابواب الكبيره. وشفت انت توا مصر اللي هي معناها بلاد الفراعنه واحد مرتكزه كامل على متحف القاهره، معناها اللي هو معناها المعلم. كي تمشي للقاهره لازم تشوف بيان سور، تشوف لي بيراميد والاهرام، وتشوف متحف القاهره. اذا ترى ما نحب حد واقف. محمدية وين الحس؟ ايه لسح لينا قد معفت سقايا في شوارع المدينة، ورفتي وقف معنا وقتلتكم حبا وشارع منزل شوي نتربي. كيفاش حضرت العرض هذا؟ ولا كيف ما محضرين المهرجانات الكل، بطبيعة لازمهم حاجة خاصة. المحمدية أول مرة الحق نخدم فيها، وكاو إن شاء الله يفرحوا، إن شاء الله يعملوا جو، إن شاء الله تفرد العباد. الأغاني اللي حضرتهم كيف ما كل المهرجانات، كيف ما كل العروض؟ كيف ما كل العروض، كيف ما كل المهرجانات. بالنسبة لي أنا كي كارتاج كالمحمدية، إيه بطبيعة.
عروضك ان شاء الله اللي مش تكون بعد المحمديه؟ والله اللي خدمناهم واللي مازالوا برشا ان شاء الله، فما برشا مانيش عارف، مانيش حافظ، مانيش شادهم في راسي، ما نعرف اللي عندنا تبركه، عندنا ريانه، عندنا برشا مهرجانات اخرى، ابار اللي خدمناهم بالطبيعه. الاغاني اللي تقدم فيهم ونوعيه الاغاني كيفاش تكون عاده؟ نحن الماشينه، نحن نعمل كل شيء وحدنا، ما فماش رابر حشمه كي تقول رابر يكتب لي شكون ولا يلحن لي شكون ولا فهمت شنو، نحن الماشينه، نحن اللي نعمل كل شيء وحدنا، بالطبيعه فما عباد تعاون، فما عباد تعطيك الانسبيراسيون، الانرجي تخدم معك بيان سور لازم، اما هما خوات اكثر منها خدمه الحكايه فهمت؟ نحن قول رابر عبد يخدم ما يحبسش، أنا قلت لك ماكينه. فما جديد قاعد تحضر فيه؟ بالطبيعه ديما ديما وان شاء الله للاخر بالطبيعه بيان. فما اعمال مشتركه مع اسماء خارج البلاد؟ برشا برشا، فما برشا فيتات من الجزائر، من المغرب، فما من حتى من مصر، فما من فرنسا، فما برشا فيتات ان شاء الله، فما عبد الغفور من المغرب، فما اسحاق فوبيا من الجزائر، فما غيتا من المغرب. انت خويا انت خويا انت خويا ربك يعطويا انت في الدنيا داري انت دمي وهمي انت وصايد امي هيا 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 انت قلبي وقدري انت الروح اللي صدري انت اللي مكمل شطري هيا 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 ريت بيت توصي نحبي ومش هيك راسي حبك في قلبي وراسي والدنيا كبرت كبري كفايت في مخي نسي بتبقى برشا نقصي دنيا وين برش ترسي ونداير علي قرب كلي كمي نمي ايه خويا انتي لبشارة بعيد عمي غربة مرة موسيقى المطفرة ننسك ليلي الوش الوش مشكلتي خويا اللي قعد مطفيني في راسي دنيا وش تراسي انا معك كاميكازي في راسي دنيا وش تراسي انا معك كاميكازي عندي خويا عندي خويا هذا موعد الريح الأخيرة وأنا أعبئ من فراغ الشارع وحدتي وأقسط من دعاءات القديمة ما تبقى علك تأتين من خجل الصباح زهرة تعطرين زوايا غربتي وتومئين بالتحية. إصدار جديد كن واقفا كي ترى حجم الخراب. كن واقفا كي ترى حجم الخراب هي مجموعة شعرية حوصلت تجربة ربما عشتها شعريا وهي تجربة السنوات الأخيرة ما بعد 2010، تجربة حاولت من خلالها أن أسلط الضوء على جملة من الاهتمامات الشعرية والأدبية والثقافية التي جاء عايشتها مع أبناء جيلي، وهي أيضا يعني جملة من النصوص التي أردت من خلالها الثورة على النصوص التقليدية التي كتبتها في السنوات الأخيرة ومحاولة يعني تغيير ربما شكل القصيدة وكذلك مضمونها. ظروف طباعة هذا المؤلف؟ إذن هذا الكتاب كما قلت هو كتاب يعني إصدار لدار النشر، دار البدوي للنشر، لأنني يعني أنا قمت بالتجربة سواء النشر على النفقة الخاصة أو النشر
في مجموعة من دور النشر التونسية التي كانت تتبنى هذه التجارب الشعرية، ويعني بالنسبة لوزارة الثقافة ربما الدعم يكون بعد ذلك على مستوى لجنة الشراءات، ولكنه إصدار لدار نشر. يعني موجود توفر المكتبات أكيد متوفر. أكيد الكتاب موجود في المكتبات وهو موزع بشكل جيد في المكتبات التونسية، ويعني أكيد سوف تتناوله عديد المباحث النقدية والدراسات النقدية سواء على مستوى الصحف المكتوبة أو كذلك على مستوى الأكاديمي من خلال بعض الأسماء النقدية التي ربما تنكب على دراسة الشعر التونسي الحديث. هل الشعر يقوم على الاختصاص سمير؟ الحقيقة لا، الشعر لا يمكن، الشعر هو جنس من أجناس الكتابة الأدبية، والشعر في ذاته يعني هناك عديد الطوائف الشعرية وهناك عديد المدارس الشعرية وهناك عديد الاتجاهات الشعرية، وكل مدرسة أو كل طائفة شعرية تتبنى هذه الرؤية النقدية من خلالها التي ربما تشكلت من خلال هذه النصوص. ولكن أعتقد بأن الشعر اليوم يعيش خاصة في تونس وفي بعض الأقطار العربية المحيطة بنا، الشعر ربما يعيش هذه الصحوة التي عاشتها الرواية العربية في العشرية الماضية، ربما يحاول الشعر أن يلتحق بصحوة الرواية العربية، مازال شوية دعم ربما من بعض المؤسسات التي تسند الجوائز والتي تهتم بالتجارب الشعرية العربية التي عليها اليوم أن تسلط الضوء على الشعر التونسي وعلى الشعر العربي عموما. لمن تكتب الشعر؟ والله الحقيقة سهام، يعني البدايات كانت محفوفة بكثير من الوجائع، والشعر عادة لا يأتي من السعادة ولكنه يأتي من الوجائع. ربما التجارب التي عاشها الإنسان، تجاربه الذاتية، تجاربه الوطنية، تجاربه القومية، خلفياته ومرجعياته هي التي جاءت بهذه القصائد. الشعر يكتب للجميع، ولكن أحيانا الشعر يكتب للشاعر وحده، لأن القصيدة أحيانا هي تتشكل في حالة توهج ذاتي، هذا التوهج الذاتي قد تكون حالة من حالات الانفعال التي تتشكل من خلالها القصيدة التي تكون جاهزة لدى القارئ. كنت تعطينا بوسط على الإصدارات أو بعض العناوين؟ نعم، العناوين يعني العنوان الأول هو موعد الريح الأخيرة، وهي مجموعة شعرية كتبت في يعني قصائد كتبت أغلبها في أواسط الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ولكنها صدرت في بداية الألفية الجديدة، وهي مجموعة شعرية يعني لاقت عديدا يعني اهتماما كبيرا خاصة على مستوى النقد وعلى مستوى الإعلام. كذلك المجموعة الثانية هي مجموعة ليلى ترفع أشرعة روحي، هذه المجموعة الشعرية التي صدرت في بداية أيضا الألفية الجديدة، وهي مجموعة تشكلت بمجموعة من القصائد التي كتبت أيضا في أواخر تسعينات القرن الماضي، وفيها بعض القصائد التي نالت جوائز وطنية في مستوى المهرجانات الوطنية. المجموعة الثالثة هي مجموعة سجاد الموت، وهي مجموعة تبناها الدكتور الراحل محمد صالح بن عمر وأصدرها في دار إشراق للنشر، وكانت أيضا من المجاميع الشعرية التي لاقت يعني اهتماما كبيرا سواء في الصحافة التونسية وفي الصحافة العربية أيضا. كذلك صدرت لي مجموعة العراف، وهي مجموعة عن يعني مجموعة شعرية صدرت عن دار القلم للأستاذ التهامي الهاني، وهو رجل أيضا ناقد وهو مهتم وهو مؤرخ وأديب ومهتم كثيرا بالأدب التونسي. المجموعة أيضا لدي مجموعة شعرية صوتية صدرت أيضا عن دار البدوي للنشر، وهو مجموعة أجرس القصائد. أجرس القصائد هي مجموعة شعرية صوتية سجلتها بصوتي وأيضا روجت في المكتبات وفي السوق التونسية. والمجموعة الأخيرة وهي كن واقفا كي ترى حجم الخراب، عشنا في سنوات بعد 2010 كثيرا من الخراب، ربما هذا ما جعلنا نعيش هذه المجموعة الشعرية. أعتقد أنها شكلت هذا الجزء المهم في حياتي، لأنني عشت هذه العشرية ويعني عايشت جملة من المشكلات السياسية والاجتماعية التي تشكلت في هذه القصائد المجموعة في الموجودة في هذه المجموعة الشعرية. الكتاب الشعري أين تضعه؟ أين هو؟ فين المكانة متاعه اليوم؟ نعم، الشعر هو من الأجناس الأدبية الحساسة جدا في مستوى على المستوى التجاري، لأنه حقيقة عندما نرى المكتبة التونسية
المكتبة التونسية والمكاتب المكتبات التي تهتم بالكتاب الثقافي الحقيقة هي تبجل الرواية على الشعر والسر والنثر على الأعمال الشعرية، ولكن أعتقد سهام أن هناك صحوة حقيقية للشعر التونسي. هذه الصحوة نراها في مستوى المشاركات العربية التي نحن خرجنا وشاركنا في عديد المهرجانات العربية في الشرق، ويعني لاحظنا الفرق الكبير بين التجارب الشعرية التونسية والتجارب الشعرية التي واكبناها في عديد الأقطار العربية في سوريا وفي لبنان وفي سلطنة عمان وفي مصر وفي المغرب وفي الجزائر. يعني نرى أن التجربة الشعرية التونسية هي تجربة متقدمة جداً وهي تجربة متميزة، وأن هناك بحث في التجربة الشعرية التونسية على مستوى الشعر التونسي، هناك تجريب حقيقي وهناك بحث وهناك محاولة تطوير، كل هذا تشكل في هذا المنجز الشعري التونسي. فقط تبقى المسألة نقدية بحتة، ربما على الجامعة التونسية وعلى الأكاديميين في الجامعة التونسية أن يهتموا بهذه التجارب الشعرية وأن يسلطوا عليها الضوء. أيقظوني ذات فجر والنبوءة في فمي، كنت وحدي حينها هموا بصمتي، ألبسوني جبة الحلاج أرتادوا بها مدن الفراغ، كنت أمشي خلف صوت خافت مثل النحيب، ومعي يمشي الحمام في جنازات الغريب، قدت الأرض على خطوي ومشت خلفي ملايين العناكب، كنت أنقاد إلى أرض جديدة فوقها صمت لذيذ وطيور لونها مثل الشفق، فوقها أنهار ماء حولها آس وليمون والشج وصواوين. علاقتك بحقوق الملكية الفكرية؟ والله العلاقة سهام ربما ما زلنا لم نمتلك هذا ثقافة الدفاع عن الملكية الفكرية، ربما حتى التشريعات على مستوى الوطني ما زالت لم تهتم بهذا الجانب، وما زال الأديب التونسي بصفة عامة والفنان التونسي بصفة عامة ما زال يعاني هذا الضيم الحقيقي على مستوى الملكية الفكرية وعلى مستوى الدفاع عن ملكيته الثقافية والفكرية. ربما نحن ندعو التشريعات والمشرعين هنا أنهم يهتموا بهذا الجانب حتى يصبح الكاتب حقه في الدفاع عن ممتلكاته الفكرية والثقافية. وهل الشعر مؤثر في المجتمع؟ بدأ يؤثر. الشاعر فقد في السنوات الأخيرة فقد هذا القدرة على التأثير، ربما لأن المؤسسة الاجتماعية التي يعيش فيها هي مؤسسة ربما ذهبت وانحازت إلى الصورة وانحازت إلى الومضة وانحازت إلى، ولكن الآن الشعر والنص الشعري الحقيقي أصبح يؤثر وأصبح لديه ما يكفي من المهتمين سواء في الفضاء الثقافي أو في الفضاء العمومي أيضا. إن شاء الله نشوف الكتاب يعود إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى المترو، والكتاب يعود إلى الحافلة، والكتاب يعود إلى الفضاءات العمومية، ونشوف المواطن التونسي يقرأ الكتاب في هذه الفضاءات العمومية، ربما سيصبح الشاعر وقتها مؤثرا. وأنا دائما كشاعر أعتقد أني متفائل وأني أنظر دائما أفتح الشرفة التي تطل على الحدائق ولا أفتح الشرفات الأخرى. فماشي هكا بروجي أنك تكتب أو تكتب شعر موجه للطفل أو الناشئ؟ أنا أشتغل في حقل التعليم ولدي تجربة طويلة في التعليم، يعني ومن المستثمرين في التعليم، وهذا يجعلني أفكر بجدية في الكتابة للطفل، على أني أعتقد أن من أصعب الكتابات هي كتابات موجهة للطفل، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أعتقد بأنه هذا الحقل الثقافي ما زال منقوصا وما ثمش التفاتة حقيقية للكتابة للطفل. ربما نفكر، خاصة أننا صاحب مؤسسة يعني تعليمية خاصة، نفكر أني ربما أكتب للطفل وأستثمر هذا الجانب أولا تربويا وكذلك ثقافيا، وأكيدا سيحقق الإضافة ويحقق الإفادة إن شاء الله. مشروعك القادم شو ما جديد؟ عندي مجموعة شعرية قادمة إن شاء الله
شباك وميرا، هي مجموعة شعرية جاهزة أيضا تنتظر النشر إن شاء الله. سأدفع بها إن شاء الله، نشوف دار نشر محترمة إن شاء الله أن نقدم هذه المجموعة الشعرية، على أني أفكر سهام في كتابتي أيضا كتاب يعني يهتم بسيرتي الذاتية، ربما أعود به إلى مدينة سيدي علي بن عون التي نشأت فيها وتربيت فيها، لأني فيها كثير من الذكريات الجميلة. ربما هذا الكتاب سيكون كتابا نثريا وسرديا، وستحدث فيه عن هذه الذكريات التي عشتها في طفولتي والتي أستلهم منها اليوم بعض القصائد التي أكتبها. هذا الكتاب ربما سيكون مغامرة مني، ولكني مصر على إصداره إن شاء الله في الأشهر القادمة إن شاء الله. اليوم الوسط الشعري كيفاش تقيمه؟ كيفاش تراه؟ الحقيقة أنا تربيت في هذا الوسط، وتربيت في هذا المشهد الثقافي التونسي منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، وأعتقد أن علاقاتي الثقافية والشعرية خصوصا والأدبية عموما، أنا تربيت على أجيال رحلت، كنت من المجالسين للمرحوم الميداني بن صالح، كنت من المجالسين للمرحوم بوزين السعدي، وتربيت على هذه الأجيال وتربيت على هذه الثقافة، ثقافة حركة الطليعة الأدبية وما عاشته الحركة الثقافية التونسية من زخم ثقافي ومن معارك ثقافية، كل هذه المعارك كنت ربما أعيشها من قريب. وأعتقد أن المشهد الثقافي التونسي يتغير شيئا فشيئا، يتغير باعتبار أننا اليوم نعيش حالة يعني صحوة ثقافية، صحوة ثقافية نلاحظها سواء على مستوى الإصدارات الأدبية، على مستوى النصوص الأدبية التي تكتب، على مستوى الجوائز الأدبية التي يحصدها الأدب التونسي. كل هذه ما هي من المكاسب التي حصلها المشهد الثقافي التونسي، وربما نحن نحلم بأن الأمور تتحسن وأن تتطور، وإن شاء الله يكون المستقبل أكثر تميز إن شاء الله. آخر جائزة سمير؟ آخر جائزة تحصلت عليها هي جائزة مهرجان الوطني للأدباء الناشئين، وهي جائزة سنة مهمة جدا تحصلت عليها في أواخر التسعينات. وعربيا آخر جائزة؟ عربيا يعني آخر جائزة نلتها في سوريا، وهي جائزة يعني في مهرجان القلمون الأدبي.